أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. انتهينا بالامس من بعض الاشكالات التي يمكن ان تورد على هذه النظريه وهو الاشكال الذي ذكره السيد مصطفى الخميني وقلنا انه اشكال غير تام لوجوه ثلاثه اشرنا اليها تفصيلا والاشكال الاخر وهو اشكال استعمال اللفظ في اكثر من معناه وقد اتضح انه لا علاقه له ببحثنا لا من قريب ولا من بعيد من هنا لا بد من الدخول في بحث اخر وهو انه ما هي اهم النتائج المترتبة على نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق. فيما سبق بينا بأنه أساسا من أهم النتائج المترتبة على هذه النظرية، هو أنه إذا ثبت أن هذا مفهوم من المفاهيم القرآنية، او انه مفهوم من المفاهيم الوحيانيه الصادره من النبي وائمه اهل البيت عند ذلك يمكن ان يقال انها فوق الزمان والمكان ليست تابعه للزمان والمكان اما اذا ثبت انه تطبيق من تطبيقات مفهوم وحياني فبطبيعه الحال اولا لا يكون مطلقا وانما يكون ماذا؟ نسبيا تابعا للزمان والمكان والظروف ونحو ذلك. وثانيا انه بعد لم ليست له حجيه مطلقه يعني عندما نقول قول النبي فعل النبي تقرير النبي او قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم هذا انما يرتبط بماذا؟ يرتبط بالمفهوم وليس لا علاقه له بماذا؟ بالتطبيق والمصداق اعزائي من هنا اريد ان اقف عند بحث جديد وهو من الابحاث الاساسيه ولها تاثيرات واسعه النطاق على موروثنا الديني اعم من ان يكون نصا قرانيا او نصا ماذا نبويا او نصا ولويا صادرا من الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام حتى تتضح للأعزة هذه القضية بشكل واضح تعالوا معنا إلى هاتين الآيتين الآية الأولى أعزائي في سورة التوبة الآية تسعة حتى أنه يتضح للأعزة أنه ماذا نريد أن نبحث أعزائي الآية تسعة وعشرين من سورة التوبة أعزائي قال تعالى، قال تعالى قاتل الذين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب. هنا الايه المباركه تامر بقتال ماذا؟ بقتال اهل الكتاب. تعالوا معنا الى الايه 123 من سوره التوبه وانا دا اتكلم بعد في النص القراني ها مو انه الروايه سندها كذا او انه ثابته او ليست ثابته. تعالوا معنا إلى النص القرآني في الآية 123 من سورة التوبة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، من؟ أهل الكتاب: "قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" إذا رسول الله بمقتضى النص القرآني عندما يريد أن يبدأ قتال أهل الكتاب من الذين لا يدينون دين الحق بمقتضى النص القرآني لا بد أن يبدأ بمن أعزائي بالأقرب لو بالأبعد أعزائي بالأقرب لأنه الآية قالت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم سؤال هذا حكم كلي عام يشمل حتى عصرنا أو مرتبط بتلك العصور ماذا تقول يعني الآن لا بد أن نبدأ, أي دولة إسلامية لا بد أن تبدأ بقتال من أعز ها الجيران وتروح إلى الدول اللي عشرة آلاف كيلومتر أو لا, ت... لا تذهب لا تذهب. ماذا تقول هذا بعد نص قرآني هذا ما يحتاج إلى كذا فأنتم ماذا تقولون أن هذا الحكم الصادر في هاتين الآيتين هل هو خارج الزمان والمكان أو هو مرتبط بالظروف العسكريه والاجتماعيه وغيرها في ذلك الزمن الجواب واضح صحيح انه الروم والفرس كانوا اكثر خطرا اقوى من ماذا من المجاورين لدوله المدينه ولكنهم اقوى كانوا ولكنهم من الذي يشكل الخطوره على دوله المدينه الاقرب ولا الابعد اعزائي بحسب الموازين العسكريه في ذلك الزمان، لا بحسب الموازين العسكريه ماذا؟ في زماننا، بحسب الموازين العسكريه في زماننا بيني وبين الله، اكو فرق بين الاقرب والابعد جغرافيا او لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق. بل اذا كان الذي هو ابعد يشكل خطوره اكبر فلا بد ان نبدا القتال مع من اعزائي؟ مع الابعد مولانا. وان كان الاقرب اقل خطوره فلا يكون له اولويه وهكذا اذا هنا التفتوا جيدا اذا هنا هذا القانون القراني، هذا النص القراني مرتبط بتاريخ وبزمان وبظروف معينه او مطلقه اعزائي لا يستطيع عاقل بدليل انكم الان تجدون بانه الان في النظ... الانظمه التي تتشكل مولانا يبداون ماذا؟ الاقرب فالاقرب مولانا ابدا مولانا وانما ضمن ماذا؟ بل لعلهم يدخلون في معاهدات مع الاقرب لمحاربه من؟ الابعد مولانا لماذا؟ لان مقتضيات الظروف العسكريه والسياسيه والاجتماعيه و... والى غير ذلك لها حسابات اخرى غير الحسابات المرتبطه في ذلك الزمان اذا هذا مفهوم له مصداق ها هذا لا يمكن ان يكون مفهوما وانما هو ماذا تطبيق لمفهوم قراني وهو ان الذي يشكل خطوره على الدوله الاسلاميه لا بد ماذا احنا ها لا بد ان نقف امامه الاقرب او الابعد من هو؟ ها؟ الجواب تابع للظروف فقد يكون الاقرب وقد يكون ماذا؟ وقد يكون الابعد مولانا من يشخص ذلك؟ يشخصه ولي الامر واولي الامر منكم تشخصه الجهات التي تقوم بهذا الامر إذا أصل المفهوم قرآني وهو قر... أصلاً ليس بقرآني فقط وإنما إنساني الآن تتجدون تجدون أمامكم الآن هاي الدول الاستكبارية اللي تسميها هاي الاستراتيجيات الحديثة بالحرب الوقائية يقولون فلان فل... الدولة الفلانية ملان تشكل خطورة علينا إذا لا بد أن نفعل فنقيد ماذا من قوتها وقدراتها ونفوذها ماذا في المنطقة هذا أصل إنساني أصل ليس أصلاً ماذا الاسلام ايضا كذلك، اذا حكم الاسلام لابد ان يراعي ماذا؟ ان اي جهه تشكل خطوره على نظامه ماذا يفعل لها؟ ها؟ يقول اهلا ومرحبا او يقف امامها كحرب وقائيه، اي منهما؟ هو يقف امامهم هذا الذي احنا سميناه فيما سبق حرب دفاعيه، الحروب الوقائيه عموما حروب ماذا؟ دفاعيه. لانه انت تريد ان تحفظ على منظومتك، سؤال اخر اوضح اعزائي سؤال آخر تعالوا معنا إلى الآية نفسها تسعة وعشرين مولانا الآية تسعة وعشرين من سورة التوبة يقول قاتل الذين حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون سؤال الآن الدولة الحديثة إسلامية أو غير إسلامية تقوم على أساس من لم يكن شيعيا اثنا عشريا بناء على ماذا؟ ها؟ اللي تعتقد الاسلام هو هذا او اوسع من لم يكن مسلما في الدولة ماذا مولا ناخذ منه جزية وناخذ منه ضرائب ياهم منه شو نقول؟ ليش؟ قرآن نص قرآني واللطيف واللطيفة ما تأخذوها بشكل أنه يثبت له أنه شنو؟ ها؟ هو شنو؟ حقير مولانا حقير صاغر أصلا من الدرجة الثانية أصلا إلى قيمة أو ليست له قيمة لا حتى ملابسه لابد يلبسها في الشكل حتى يتميز عمن؟ عن المسلمين حتى الناس لا يحترموا تسوون أنتم الآن في الدولة الإسلامية لو تسوون ها؟ لو تقولون بأنه قائم على أساس شنو؟ المواطنة هاي وين نظرية المواطنة مولانا؟ منين جبتوا لنا؟ الجواب هذه مرتبطة بالفلسفات الغربية مولان نظرية المواطنة نظرية إسلام هسا قد واحد يجي يقول لي سيدنا لا الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين قال لك إما أخ لك الدين أو ما نظير لك أقول نعم قال هذا ولكنه الدولة في المدينة كانت قائمة على ماذا؟ على اساس مواطنه لو على اساس عقيده ها دولة المدينة دولة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قائمة على أساس مواطنة لو مدينة أقول عقيدة على أساس عقيدة بنص الآية المباركة هذا مفهوم لو مصدق شو تقولوا الجواب إذا قلت مفهوم هذا اللي الان السلفيه يقولوا هذا اللي الان الوهابيه يقولوا هؤلاء الان الدواعش والنص هؤلاء يقولون يقولون احنا الان نريد نشكل دوله اسلاميه وهذولا اللي الان يعيشون ليسوا من المسلمين شنو هم مولانا ها ناخذ منهم الجزيه ونحاربهم هم وناخذ اسارى مولانا كما وجدتم امامكم هذا هو النه. الان اكو اكو جهه اسلاميه تحترم نفسها تقبل بهذا العمل او لا تقبل مع انه هو لا تساله يقول بابا نص القران احنا نطبق شنو؟ نطبق القران الكريم ليش تعترضون علينا؟ هذا الاشكال الذي دي يريده الاخر على ماذا؟ على القران لماذا؟ لانه انت قلت له ان هذه الايات ما هي؟ حلاله حلال الى يوم القيامه أنا ما أريد أناقش الروايات الروايات معتبرة لكن ما فهمه العلماء أو بعض العلماء خاطئ حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولكن هم فهموها مع وحدة المصداق وأنا أفهمها ماذا مع تعدد المصداق أنا ما أقول حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام ولكنه ما قام به النبي كان تطبيقاً لمفهوم قرآني ولم يكن هو ماذا؟ ولم يكن هو فوق الزمان والمكان ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء وهكذا وهكذا قال تعالى التفت لجاء قال تعالى الآية ستين من الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الآية زين مولان حتى تعرف بأنه أنا وين أرد أروح أعزائي قال تعالى في الآية ستين من سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الأنفال بل. بل. الآية ستين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة اليوم بيودي أنه أنت تأخذ هذه الآية وتذهب إلى ماذا؟ إلى التفاصيل أمامكم الآن أعزائي هذا الآلوسي مولانا الآلوسي في روح المعاني جزء العاشر صفحة 166 قال ما استطعتم من قوة أي من كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان فإذا فهم القوة في الآية بشنو شنو عزيز فقط العسكريه صحيح ولا لا؟ تعالوا للسيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي المجلد التاسع صفحه 114 انا اقول واحد من السنه وواحد من الشيعه قال: امر عام بتهيئه المؤمنين مبلغ استطاعتهم من القوى الحربيه ما يحتاج ما يحتاجون اليه. إذا الكل أعلام فهموا ومفسرين شيعة وسنة من القوة يا قوة عزيزي الآن بيني وبين الله لو تعطي هذا بيد ولي أمر المسلمين في بلد كالجمهورية الإسلامية ما أدري أنتم خطابات السيد الإمام قدس الله نفسه خطابات السيد القائد الآن اسمعوها القوة أو المصداق الأول للقوة يعتبره البعد العسكري فقط البعد ماذا؟ ها البعد الثقافي والبعد الامني والبعد التكنولوجي والب و, و و ما شاء الله والبعد الدبلوماسي و و, و نعم جزء اساسي منها القوه ماذا القوه الحربيه لماذا انه الان لو تعطي بيد مفسر معاصر يفهم القوه هذه ولكن السيد الطبطبائي يفهم تلك لماذا؟ لماذا؟ الجواب بانه ابن بيئته طبيعي جدا. الان المشكله الان انتم تجدون ان الدول دا تسقط لضعفها العسكري ولضعفها ماذا؟ الاقتصادي، اي منهما؟ ها؟ الان كل الذي يحاولون من خلال محاربة إيران والجمهورية الإسلامية فقط بعد عسكري أعزائي والبعد الاقتصادي مولانا البعد الاقتصادي البعد الأمني البعد ماذا؟ البعد الثقافي وهكذا وهكذا, وهكذا. وهكذا ما أدري واضح أعزائي إذن الآية مفهوم كلي هاي القوة في أي زمان تحدد بحسب ذلك الزمان فيأتي واحد في عصر يقول الآن القوة التي لا بد أن نعدها للطرف الآخر الذين يريدون القضاء علينا هو البعد العسكري أولوية لماذا؟ للعسكر الآخر يأتي في زمان آخر يقول لا 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 الأولوية الآن ماذا؟ للبعد الاقتصادي الثالث يقول لا 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 للبعد التربوي وهكذا وهكذا وقد تجتمع جميعاً واطمئنوا ان النص القراني كله من هذا القبيل يعني يتكلم المفهوم مباشره يردفه بماذا؟ بالمصداق تقول لي وين سيدنا؟ التفت الايه المباركه وهي لطيفه الايه المباركه قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الهي في ذلك الزمان، القوه شنو هي؟ ومن من رباط الخيل اذا الان اذا نريد نسوي هذا مفهوم اذا احنا لابد نسوي دبابات وطائرات لو خيول مولان خلو خيول لابد نسوي ما ادري واضح اقبلوا هذا واقع هذا آية قرآنية ما اقرا رواية حتى تقول لي سيدنا حسن من يقول هاي الرواية صادرة هذا النص قرآني إلهي الجواب بين المفهوم الكلي ولكن عرج على ماذا؟ على المصداق في زمانهم ومن رباط الخيل، ولهذا الى الان تجدون عقليه ال ال ما ادري أسمع... ما احذف المتعلق حتى يدل على العموم. ها؟ يريد يتصور الحجه يتصوره يجي بحصان شنو؟ لانه هاي الايه حاكمته. يتصور الحجه من يجي شنو يجي؟ ها؟ حصان رباط الخيل، الايه قالت إذا أعزائي قانون كلي خلي ذهنك من أهم مفاتيح بل أهم على الإطلاق كما قال سيد الإمام قدس الله نفسه من أهم مفاتيح بل أهم مفتاح لمفاتيح عملية الاستنباط لا بد أن نميز في النص الديني بين ما هو مفهوم عام وبين ماذا؟ وبين تطبيقاته ومصادقه فإذا لم نميز بينهما نقع فيما يقع فيها الآن الدواعش مولانا والسلفي ثيابك مولانا جنو فقصر فشيل بس مولانا تقول له يقول نص قراني اخو صادق نص قراني اكو اكو واحد شك يشوف في انه نص قراني هذا ان رسول الله امر في اخر حياته ان يطهر الجزيره العربيه من من ها من المشركين فلا بد ان نزول هسه رسول الله اذا ثبت انه صدر منه نعم لأنه كانوا يشكلون خطر داخلي طابور خامس هذا الداخل شنو؟ المجتمع الإسلامي ولا بد أن يطهر المجتمع منه ولكن هذا مطلق لو, لو مرتبط بزمانه لكيفية إدارته الدولة في, العصر في العهد المدني أي منهما؟ إذا تعال نأخذ نتيجة إذا ما هو الفرق بين العهد المكي والعهد المدني؟ الاعلام هو ذاكرين فوارق انا ما اريد ادخل فيها ولعلي في كتابي منطق فهم القران وقفت عند النظريات ما هو اهم الفوارق الفارق الاساس انه في العهد المدني لم يكن للاسلام شنو دوله وفي العهد عفوا في العهد المكي لم يكن للاسلام دوله وفي العهد المدني كان للاسلام دوله سؤال هذا الفارق يؤثر على الخطابات الصادره من القرآن ومن النبي او لا يؤثر؟ ها؟ لان القرآن نزل نظر الى هذه الحاله، الان اقيمت دوله في العهد المدني، فلا بد ان يوجه هذه الدوله او لا يوجهها؟ يوجهها، اذا لا بد ان نلتفت الى الايات التي جاءت في العهد المدني وكانت بصدد توجيه شنو؟ وبناء دوله الاسلام في المدينه. عد هذه مطلقه لو زمانيه ومكانيه هاي الايات. يمكن ان تكون مطلقه؟ لا يمكن. يعني الايات التي تكلمت عن البعد الاقتصادي عن البعد العلاقات عن بعد عن مسألة الصلح مسألة الاقتصاد مسألة الأمن مسألة الموا كلها هاي الآيات اللي تتكلمت بعد كلها تتكلم عن المفاهيم لو تتكلم عن التطبيقات فإذا لها إطلاق زماني ومكاني أو ليس لها ليس لها وهكذا ما صدر من النبي من أقوال وأفعال وأقارير في العهد المدني هذه مطلقة لو نسبية ما أريد أتكلم بنحو الموجبة الكلية حتى أقول لا لا في ضمنهم توجد قد ماذا أمور مفهومية ماكو لكن أنا أتكلم, أتكلم الظاهرة العامة والحالة العامة الحالة العامة هي ماذا ها؟ دا تشير إلى مجتمع يدير رسول الله صلى الله عليه وآله هو فيه نبي أو فيه ولي للأمر أي منهما هو فرق بينهما يعني عندما دا يتكلم دا يتكلم بحيثية النبوة لو بحيثية الولاية أي منهما؟ بحيثية أنه وأولي الأمر منكم ما ادري واضحه هذه النكته يا اعزائي وهكذا وهكذا خلي ذهنك كم وهكذا الائمه يعني 12 امام في 250 سنه لابد ان نميز كان عندهم من يتبعهم من الشيعة أو لا يوجد خصوصا بعد الإمام السجاد القاعدة الشيعية بدأت ماذا تتوسع فالأئمة وإن كانوا لم يكونوا بأصحاب سلطة ولكن كان عليهم أن يحفظوا هذه الكتلة أو لا يحفظوها أن ينموها هذه الأمور هذه الأفعال هذه الأقوال هذه التصرفات هذه التدابير التي صدرت منهم هل هي مطلقة أم أنها ماذا نسبية أي منهما لا بد ان تميز في عمليه الاستنباط ان هذا صدر منه بعنوانه ماذا ها بعنوانه الدين وجزء من الدين وحكم مطلق وبين ماذا شنو بانه حكم زمني مكاني جغرافي ثقافي يريد ان يدير ماذا اضرب لك مثال واضح جدا إن شاء الله بعد ذلك أضرب الأمثلة ولكن حتى يتضح بسم الله الرحمن بسم الله مو آية قرآنية عفوا أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة علي فإنهم حجة حج فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ألستم تقولون هذا هو التوقيع الاخير او المشهور انه هو التوقيع الاخير الصادر، سؤال هذا حكم من جزء من الدين له حكم مرتبط بعصر الغيبه، يا من؟ شو تقولون؟ بلا اشكال اذا ظهر الامام بعد يبقى هذا او لا يبقى؟ لا يبقى، اذا هو جزء من الدين او ليس جزء من الدين، شنو يصير مولانا جزء من الدين؟ ساعه يبقى ساعه ما يبقى يصير؟ اما صلاه الصبح ركعتين شنو هي؟ جزء من الدين ابدا لا هو يستطيع ان يزيد ولا ان ينقص لا ثابته اما انه الصوم كذا جزء من الدين، اما ان الحج جزء من الدين اما فانهم حجتي عليكم هم جزء من الدين وهذا ما صرح به ونقلناه أعزائي يتذكرون في بحث ولايه الفقيه شيخ مرتضى الانصاري صريحا يقول هذا حكم ولائي في عصر الغيب اذا احنا لابد ان نميز بين ماذا؟ بين الحكم الصادر من المعصوم بعنوانه جزء من الدين وبين الحكم الصادر من المعصوم بعنوان انه تطبيق ماذا؟ لذلك هسّ أضرب لك نموذجين أعزائي مثال النموذج الأول خلي ذهنك النموذج الأول أعزائي قال تعالى أعزائي هذه الآية المباركة أعزائي في سورة في سورة التوبة الآية 103 أعزائي قال تعالى في سورة التوبة الآية 103 "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هذه الآية مفهوم لو مصداق الجواب مفهوم على الضابط من لماذا؟ لأنه أي دولة يمكن أن تعيش بلا بعد مالي أو لا يمكن أن تعيش بأي عنوان كان بعنوان ضرائب بعنوان زكاة بعنوان خمس بعنوان ما أدري أنفال أيا أن كان المهم تحتاج إلى ميزانية أو لا تحتاج ميزانية مالية تحتاج أو لا تحتاج تحتاج هذه قضية دينية لو قضية إنسانية عقلائية أعزائي هذه موجودة قضية ثابتة ولهذا نعبر عنها قضية ماذا؟ انت لو تنظر الى شان النزول شان النزول في قضيه في واقعه في واقعه ولكنها هي قضيه شنو اصليه ما تحتاج ما تحتاج الى بيان وهل يمكن للدوله ان تعيش بلا ميزانيه ماذا ماليه هل يمكن كما لا يمكن ان تعيش بلا نظام من امنيا وسياسيا واجتماعيا وفكريا لا يمكن بل عصبوا عصبوا حياه الدوله انما هو ببعدها ماذا؟ ببعدها المالي ولهذا القران الكريم ماذا قال؟ ولا تؤسفوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها قيامه قلنا قوام المجتمع بماذا؟ بالبعد المالي في سوره النساء بعد يتذكر الأعزاء اول سوره النساء سؤال اذا هذا مفهوم او مصداق اعزائي؟ مفهوم مصداقه ما هو؟ رسول الله ماذا فعل؟ ها؟ وضعها في شقيد؟ في شقيد؟ في تسعه هذا وضعها في تسعه حكم كلي لو نسبي مله اغين شنو فهموا منها؟ انا ما اختلافي مع الفهم العام هو هذا واللطيف رواياتنا صريحة هاي الرواية أعزائي في وسائل الشيعة خلي ذهنك يمي بسم الله الرحمن الرحيم وسائل الشيعة الرواية موجودة في كتبنا المعتبرة قال أبو عبد الله قال الرواية هماتية من الروايات المعتبرة الرواية عن أبي جعفر الرواية 11506 الباب الثامن وجوب الزكاة في تسعة أشياء وقال عن أبي فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وهذا أصل ما هو كلي ديني أو إنساني إنساني هذا ما يحتاج له حتى لو لم يبينه القرآن ولكن القرآن يريد ينظم حياة ماذا حياة الإنسان التفت جيدا هذا فرض الله هذا فرض الله عليكم التفت إلى العبارة قد دقيقة وسنها رسول الله في تسعة أشياء عجيب وسنها لماذا يا رسول الله؟ لماذا؟ لو نسالك يا رسول الله لماذا؟ يقول بيني وبين الله اموال العهد المدني عموم الناس اموالهم في ماذا؟ ها؟ في هذه التسعه اشياء وهي الذهب والفضه والابل والبقر والغنم والحنطه والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك يا رسول الله لماذا شنو انت عندك صداقه مع هؤلاء عداوه معه يقول لا لان هذا هو مال ماذا هذا هو المال المتعارف الان في عصر هاي روايه ولهذا فيما روايات اخرى ميزت بين فرض الله وسنه النبي لماذا لان فرض الله ما هو عام وسنتي ما هي خاص التفت جيدا، روايه ثانيه قال عن ابي عبد الله وضع رسول الله الزكاه على تسعه اشياء هذا بمن؟ بعنوانه نبي يوحى اليه لو بعنوانه ولي للامر لاداره الامه، اي منهم؟ ها ولكن نحن خلطنا بين شنو؟ المسؤوليتين والدورين فتصورنا كل ما صدر منه فهو بعنوانه ماذا؟ وحي الله مع ليس كذلك. ما ادري واضحه اعزائي واضحه هاي القضيه ارجو الله ان تكون واضحه لمن يريد ان يفهم. الايرانيين في اللغه الفارسيه اكو فد مثال وهو لطيف ما ادري اكو مقابله في في اللغه العربيه او لا. يقول النائم تستطيع ان توقظه. أما الذي هو مسوي نفسه نائم تستطيع أن توقظه أو لا ليش؟ لأنه هو يريد يستيقظ لو ما يريد فأنت لو شيل الذبة هم ما الحار هم نشوفهم يشوف هم يخرخر ليش؟ لأنه هو يريد أن يستيقظ أو لا يريد ولهذا هذا المثال معروف عندهم ونخابة مثال شنو مولا؟ أما نمشي ليه؟ لماذا لمن لماذا انا هذا كلامي لمن هو نائم اريد اوقظه اما الذي هو جن ها احسنت اما الذي اما الذي يريد ان يتمثل ويتشبه بالنائم ويتشبه بالجاهل لا استطيع ان اعلمه شيئا هذه خلي هذا انا ما افهمه من الروايه، خلي يجيبون عليها ما 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 قلت شيئا اخر، والجواب عليها ليس بالفتاوى وبالكلمات وبالتسقيطات، ليس الجواب هذا. كونوا على ثقه هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل، والله العظيم يخدمون هذا المشروع ولكن لمن يعقل. لماذا؟ لان الطرف الاخر يفهم انه يوجد عندهم جواب او لا يوجد عندهم جواب. ولكنه بطريق التزامي والا اذا عد جواب كان اجاب اجاب انتهت القضيه هذه روايات مو واحده واثنين واحنا وقفنا عندها مفصلا في رساله الزكاه وفي باب الزكاه والخمس ما ادري واضح اعزائي سؤال اخر التفت جيدا بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا للوسائل الملائكه عندكم فد رواية أن الأئمة سلام الله عليه قالوا أن رسول الله وضع صلاة الصبح بركعتين وإحنا الآن نجد مصلحة أن نسويها شم واحدة فد ركعة أو صلاة المغرب ثلاثة أنتم تعبانين صلوها شنو؟ ركعتين عدنا لو ما عدنا ها عدنا لو ما عدنا ما عدنا لماذا لأنه هذا وحي إلهي بأي معنى من المعاني اما تعالوا معنا الى الخمس مولانا بسم الله الرحمن الرحيم هاي الروايه مولانا تعالوا معنا ال... الروايه المعروفه اللي وقفنا عندها مفصلا الروايه مولانا وهي معتبره سندا وصحيحه و و و يقول الامام فاما الذي اوجب الامام الجواد فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس خمس له نصف السدس يعني واحد من اشجاد مولانا واحد من 12 هسه شوفوا مقدمة الرواية مقدمة الرواية يقول بأنه إن موالي أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم ثم قال ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي ولم أوجب ذلك كذا تخفيفا مني عن موالي ومنا من مني عليهم يا يا ابن رسول الله ليش تريد تخفف؟ يقول مو مولانا السلطان عرف هذول بشيعتنا وتجار شيعتنا ماذا فعل؟ فكان ياخذ منهم ضرائب واحد سواها عشره فضيق عليهم. احنا لابد ماذا نفعل؟ شنو خف... شو قال التفت قال لما يغتال السلطان من افواه من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم اجوا قالوا له الطبقه الثريه اجوا للامام الجواد قالوا له يا ابن رسول الله والله انت تدري في أبائك كنا ننطي خموس بس الان وضعنا الاقتصادي شنو؟ يساعد لو ما يساعد ها اكو اكو تحريم مولانا اكو 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 كذا ماذا نفعل؟ قال هسه ادفعوا شقيد ها؟ نصف يعني شقيد مولانا ثم الشيعة التجار خو تعرفون انه التاجر عادة هذول من اجل الامام الهادي مولانا الامام العاشر بعثوا رسالة لمن؟ قالوا له يا ابن رسول الله ابوك خفف علينا فالان ندفع خموز لو واحد من 12 نصف السدوس الامام الهادي سلام قال لا لا لا, لا الان وضعكم تحسن وضع الشيعة تعبان ارجعوا ادفعوا شنو؟ قال اقراني على على علي كتاب ابيك فيما اوجبه على اصحاب والروايه معتبره انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونه وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونه مؤونة الضياع لا مؤونة فكتب وقرأه علي بن مهزيار الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان لا لا ارجعوا إلى ماذا سؤال هذا حكم بعنوانه ولي الأمر لو بعنوانه أمر كلي شو تقولون <applause> أنا أنا ما أدري من أنا من قلت بأنه بابا خمس أرباح المكاسب حكم ما هو ولائي صدر من الائمه حكم ولائي صدر من الائمه فمن يعتقد في عصر الغيبه ان الولايه التي كانت للمعصوم قد انتقلت الى الفقيه الجامع للشرائط فمن حقه ماذا ها أن يأخذ الخمس؟ لا بيني وبين الله، من حقه مره أن يأخذ شنو؟ الخمس، ومره أن يأخذ شنو؟ الربع، ومره أن يأخذ شنو؟ نصف السدس، ومره أن يعفي، ومره أن لا يعفي، لماذا؟ هذا تابع لأي شيء، تقول لي يعني يقعد في البيت، أقول لا لأنه مسؤول عن الوضع الاقتصادي والمالي لشيعة مدرسة أهل البيت لا بد أن ينظر المنطقة الذي يعيش فيها تكفي يكفي الخمس لهم فقراءهم أو لا يكفي فإن كفى يأخذ الخمس وإن لم يكفي شي زود يقول زودوا زودوا, زودوا, زودوا لأنه هذا شوفون عوائلنا بينك وبين الله الآن لأنه الخمس أعزائي ضريبة مالية أليس كذلك؟ إذا يمكن أن تكون مطلقة أو لا يمكن؟ عزيزي في أي مكان في العالم، أي عقل اقتصادي، أي عقل مالي، أي عقل إنساني لا يمكن أن يكون ماذا؟ مطلقة يعني نسب شنو؟ ثابتة، ما يمكن أن تكون ثابتة ولهذا من صارت الآن في سنة 2008 وما بعد صار هذا الكساد العالمي وسقطت البنوك الأصلية وسقطت التجارة العالمية الدول ماذا فعلت؟ صعدت الضرائب وقللت الضرائب لماذا؟ تقول بابا حتى ينشط تنشط شنو؟ حركة الاقتصاد ماكو طريق آخر شنو احنا بدعا من البشر احنا ملابد هذا النظام والآن فد مشكلة فالمشكلة أكون مثل في نظام جمهور الإسلام كثير من التجار يقول ما إلى معنى هم ندفع ضرائب وهم ندفع شنو خمسة أي بأي عنوان ولهذا كثير منهم يدفع أو لا يدفع بعض المتدين يتهرب من الضرائب حتى يدفع شنو الخمس والعكس صحيح وغير المتدين يقول بابا أنا أدفع الضرائب بعدها أنا شعليه شنو وهذه مشكله الى الان لم تحل لماذا لم تحل لانه في في النظام لا معنى لانه تتعدد شنو الضريبه هاي ضريبه ماليه وهكذا في باب الزكاه ما هي بماذا يتعلق الزكاه نروح الى الدول الاسكندنافيه افترضوا هالليله اعلنوا وقالوا احنا صرنا شنو مسلمين فريد ندفع شنو نقولهم ادفعوا الزبيب يدفعوا بقر يقول احنا خذ بقر ما عندنا يقول خذ سقط عنكم ضرائب ما يحتاج تدفع تقبلون هذا المنطق مع انكم تقولون ان الاسلام صالح شنو ها اليست بعض الحركات الاسلاميه التي لا نوافق عليها قالت الاسلام هو الحل خالآن يلا شلون الحل مولانا ولهذا أنا أعتقد لا حياة للإسلام إلا بما أقول فهمي هسه قد واحد يقول لي سيدي يعني شنو اقول الجواب فهم انا دا اقول فهمي انا ما دا اقول بانه افرض على الاخرين لا حياه للاسلام الا بتعدد ماذا وحده المفهوم وتعدد ال... شنو المصدق لا حياه لا يمكن ان يبقى حيا وعلى هذا الاساس اعطوني مجال اربعة خمس دقائق فقط، وين كان وقت انتهى بس ثلاث اربع دقائق اعزائي، التفتوا جيدا. من هنا السيد الامام قدس قد الله نفسه اللي انا قلت في الابحاث السابقة واقعا نظريات وابحاث السيد الامام في الزمان والمكان وغيرها ما وغيرهما واقعا الى الان مظلومة في حوزاتنا العلمية. والسبب في ذلك أنه البعد السياسي غطى على أبعاده الأخرى الأبعاد الأخرى لسيد الإمام السيد الإمام قبل أن يكون سياسيا وقبل أن يكون صاحب نظرية ولاية الفقيه هو عالم من الطراز الأول من علماء الإمامية بل من خواص علماء الإمامية لجامعيته الواسعة النطاق السيد الامام من اهم خصائصه قدس الله نفسه جامعيه واسعه انتم تجدون من تعليقات من فصوص الحكام الى الفقه والاصول الى التفسير الى السياسه الى المجتمع الى كذا هذا هذا الذي انا اعبر عنه الفقيه ماذا؟ الفقيه القرآني الفقيه القرآني ليتفقهوا في الدين ومن اوضح مصادق المتفقه والفقيه في الدين السيد الامام شوفوا انظروا ماذا يقول قدس الله نفسه في رساله في قاعده لا ضرر مولانا عند رساله اعزائي تحت عنوان لا ضرر اعزائي اللي مطبوعه في كتابه الرسائل تشتمل على مباحث هناك في صفحه خمسين من هذه الرساله هكذا يقول ان لرسول الله في الامه شؤونا النبوه والرساله اي تبليغ الاحكام الالهيه وثانيهما وثانيها مقام السلطنه والرياسه والسياسه لانه سلطان من قبل الام تعالى من قبل الله والامه رعيته وهو سائس البلاد وهذا المقام غير مقام الرساله والتبليغ. فما صدر منه بعنوان النبوة فهو الحكم ماذا؟ أنا أعبر عنه هو ماذا؟ الحكم الكلي. أما وما صدر منه بعنوانه ما هو؟ حاكم. هذه تابع لي ؟ ظروفه تجب طاعة نعم. ولذا انا معتقد ان قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذه مرتبطه بمقام الرياسه لا بمقام ماذا؟ النبوه لانه عنوانها ما هو؟ ها؟ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليه اولي الامر كان بامكانه ان يعبر اي تعبير اخر من صار في مقام الولايات تصدر منه تجب طاعته فيها، تجب ولكنها جزء من الدين او ليست جزءا من الدين. لماذا؟ لانها متغيره بتغير الزمان والمكان، لا معنى لان تكون جزءا من الدين. هذه النظريه واقعا بشكل اخر، السيد الامام قدس الله نفسه اشار اليها هنا ولكن انا اسست لها، نظرت لها بعنوان ماذا؟ وحدة المفهوم وتعدد ماذا؟ وتعدد المصداق هناك اثار اخرى على هذه النظريه ان شاء الله تعالى تاتي في الابحاث القادمه والحمد لله رب العالمين